بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وشفيعنا يوم الدين. أما بعد، نستكمل حديثنا عن فتى موسى. إنه يوشع بن نون نبي بني إسرائيل القادم، الذي أيده الله بمعجزة حبس الشمس. فلم تحدث هذه المعجزة إلا لهذا النبي. نبينا يوشع بن نون سيدخل بنا فلسطين. يا لسعادتي، من بعد سنوات التيه سندخل فلسطين. أين التابوت؟ أين تابوت الميثاق؟ أين تابوت العهد؟ إن فيه ألواح موسى وعصاه، فدافعوا عنه، دافعوا عنه ولا تتخاذلوا. نريد أن نصل إلى فلسطين قبل غروب الشمس، فنحن في يوم الجمعة، والقتال محرم علينا في يوم السبت. هيا يا جنود فلسطين، هيا يا جنود فلسطين، هيا إلى القتال ليرى يوشع بن نون قوتنا، نحن الجبارين. إلى القتال، إلى القتال. حقق بنو إسرائيل بقيادة النبي يوشع بن نون عليه السلام انتصاراً كبيراً. لولا ما حدث، الشمس ستغرب ونحن ما زلنا في المعركة. سيجهزون علينا ليلا إن توقفنا عن قتالهم. ماذا سنفعل؟ وهنا حدثت معجزة إلهية، حيث دعا يوشع بن نون ربه أن يمسك الشمس فلا تغيب، كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه المعجزة لم تحدث لبشر غير نبي الله يوشع بن نون. We'll be right back.
قد انتصرنا وأصبحت الأرض لنا. نعم، سنعيش أسيادا إلى الأبد. بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. عاش بنو إسرائيل في فلسطين، وطبق يوشع العدالة بين الناس، وحكمهم بالحق والعدل كما أمره الله تعالى. لا فرق بين فلسطيني أو أي أحد من بني إسرائيل. حتى وافته المنية عليه السلام، لقد مات نبي الله يوشع بن نون، مات بعد أن علمنا التوحيد وأدخلنا معه في دين الحق. والخوف، كل الخوف، ألا يحكم فينا بنو إسرائيل بالحق والعدل. الخوف، كل الخوف، أن يعودوا لسالف عهدهم من الظلم والبغي بغير الحق. بعد موت نبي الله دب في بني إسرائيل الوهن والتهاون، وكثرت المعاصي، وفسقوا وضيعوا شريعة موسى. ألا توجد في هذه الليلة امرأة جميلة يا صديقي؟ الجميلات نعرف مكانهن، فلما السير في هذا الطريق المظلم؟ هيا هيا معي لنسهر ونحتسي الخمر مع الفاتنات. هيا هيا بنا. الخمر، ما أجمل الخمر والنساء، هما حياتنا، نموت ونحيا عليهما. إنها متعتي،
لا أريد طاعة ولا عبادة ولا شكرا وتسبيحا. أريد الخمر، فقط الخمر.